السلام عليكم ورحمة الله. أمر الله تعالى عباده بالصلاة والقيام بأركانها وشروطها وواجباتها وحدودها على أكمل وأتم وجه. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين. فإن تبدل الحال من الأمن والأمان إلى الخوف وقتال الأعداء فلهم أن يصلوا صلاة الخوف. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإن خفتم من عدو لكم أو حاكم ظالم كافر أو سبع أو سيل عارم يهدد حياتكم أو من غيره من أنواع المخاوف فصلوا صلاة الخوف ماشين على أقدامكم أو راكبين على الخيل والإبل وغيرها. فصلاة الخوف الشديد لا ركوع فيها ولا سجود، بل إيماء بالرأس، فإن لم تستطع فلا تفعل. وقد تكون الصلاة إلى جهة القبلة أو غيرها، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر 4، وفي السفر 2، وفي الخوف 1. وقال عطاء ومجاهد رحمهم الله: يصلي في حال شدة الخوف 1. وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه وأرضاه: إذا كنت في القتال وضرب الناس بعضهم بعضا فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر واذكر الله فتلك صلاتك. فإن لم يستطع فليكبر تكبيرتين: الله أكبر الله أكبر. ولكن لماذا؟ أليس في طاعة؟ أليس في جهاد في سبيل الله؟ ألا يكفيهم ما هم فيه من شدة خوف وتعرض للقتل؟ بلى، ولكنها الصلاة، والصلاة عماد الدين، ويجب الإتيان بها في كل حال وفي كل وقت. فالصلاة هي الركن الوحيد الذي لا يسقط أبدا، في الصحة أو في المرض، في الإقامة أو في السفر، في الأمن والأمان أو في الخوف الشديد والقتال. ولك أن تقارن بين حال ذلك المجاهد وهو يجاهد وفي نفس الوقت يومئ برأسه ويصلي، وبين حال المسلم الذي يجلس في بيته آمنا مطمئنا فيسمع الآذان فلا يسارع إلى المسجد. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإذا زال خوفكم فصلوا صلاة الأمن واذكروا الله فيها ولا تنقصوا منها شيئا، واشكروا الله على ما علمكم من أمور العبادات والأحكام ما لم تكونوا تعلمون، واذكروا الله مثلما أنعم عليكم وهداكم للإيمان. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون.